ولد محمد بن عصام بن عبد الله بن خميس في بيئة يغلب عليها الاهتمام بالمعرفة والأدب، وتأثر بشخصية جده الأديب عبد الله بن خميس والثقافة الواسعة التي جعلت منه أحد قادة الفكر في السعودية. طبعا ما في شك حديثي عن الراحل محمد هو حديث الأخ المعجب بأخيه، وقد كانت فاجعة رحيل الأخ محمد مؤثرة على العائلة بشكل كبير جدا وعلي شخصيا، لأن الذكريات والمواقف التي كانت معه كثيرة وطويلة وعريضة رغم قصر تجربة محمد في هذه الحياة. تجربته كانت تجربة عريضة، وقد كان وجوده في الحياة مؤثرا علي شخصيا وحثني على اتخاذ قرارات جريئة جدا في حياتي بناء على توصياته، لأنني كنت أثق فيه ثقة كبيرة جدا بناء على تجربته في الحياة العميقة، حيث بدأ طفولته رحمه الله في مدينة الرياض في منزل والده عبد الله بن خميس ووالده عصام رحمهم الله. حمودي تو بادي يمشي من يوم من امس. تعال تعال حمودي تعال. عاش الراحل في البيت الذي كان يجمع والده وجده، ما منحه قضاء وقت طويل في مجلسهما المفتوح للقادمين من أنحاء البلاد والتأثر بطريقتهما في الحديث والتعامل مع الناس. محمد الخميس الله يرحمه كان طفل من 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 الأطفال الأشقياء، محب للرياضة ومحب للحركة ومحب للاستكشاف ومحب أنه يبحث في الأشياء ويفكك الأشياء ويشوف الأشياء. من طفولته كان يحب الاكتشاف والحركة، وكان شخص محبوب من الجميع، من الأطفال ومن الكبار ومن الصغار، وهذا لعل أنه أثر في شخصيته. أظهر محمد الخميس منذ الطفولة حبا للمعرفة والاطلاع، ولفت الأنظار من خلال قدرته على الحفظ وترديد المعلومات وقصائد الشعر التي كان يسمعها. الإنسان هو ابن بيئته، ومحمد رحمه الله ولد ونشأ وترعرع في كنف جده عبد الله بن خميس ووالده عصام بن خميس، حيث الثراء العلمي والغنى المعرفي وملاحقة المعلومة أنها كانت وفي كل حين. ومن هنا أصبح محمد ومنذ وقت مبكر وحتى من أيام طفولته يقلقه السؤال، نهما للمعرفة، واسع الاطلاع، قارئا من الدرجة الأولى، يكاد يلتهم الكتب التهاما. هذا كون لديه مخزونا ومعدلا عاليا من التراكم المعرفي. بدأ الخميس مراحل الدراسة طالبا في مدارس الغد الأهلية قبل أن ينتقل إلى مدارس الرياض ويثبت تفوقه. لفت الراحل الأنظار خلال سنوات دراسته الأولى من خلال بلاغته وقدرته على النقاش والإقناع بقوة الحجة، ما جعله لاحقا يتمتع بشخصية قيادية تستطيع أن تصنع الفرق. في مرحلة الثانوي انتقلنا سويا أنا وأخي محمد إلى صفوف مدارس الرياض، فكان في تلك المرحلة قد حفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم بترتيل موزون، وكذلك حفظ أكثر من 2000 بيت من الشعر العربي، وقد قرأ مجموعة واسعة جدا من كتب علماء المسلمين كابن تيمية وغيره. فلاحظوا معلميه قوة حجته وصحيح إسناده وبلاغة بيانه، فبزغ سريعا في سماء مدرسته، فأصبح الإمام الذي يؤم بزملائه الطلاب، وكان يلقي عليهم ما يتيسر من أقوال السلف الصالح وكذلك من حكمهم ومآثرهم بعد إتمام الصلاة. وما كمل محمد الخميس سنته الأولى في مدارس الرياض إلا وقد ترشح إلى انتخابات المجلس الاستشاري الطلابي وحصل على ثاني عدد من الأصوات، فكان نائبا للرئيس خلال فترة دراسته، وكذلك قام بالإشراف والمشاركة وتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية في المدرسة. أحب الراحل حياة الصحراء منذ الصغر، وتأثر برحلات جده بن خميس، ما جعله يرافقه في كثير من رحلاته البرية. أصر محمد الخميس قبل أن يبلغ عامه 12 على مرافقة أعمامه إلى رحلة في صحراء الربع الخالي. قضى الراحل نحو أسبوعين في شتاء الصحراء القاحلة،
وعاش طقوس حياة الأجداد بتفاصيلها من خلال التعرف على النجوم والنباتات والكائنات الصحراوية. تحول الأمر إلى هواية أخذ محمد الخميس يمارسها حتى اليوم الأخير من حياته. بعد ما كبر محمد رحنا معه، أخذناه في رحلة إلى الربع الخالي، كان عمره 8 سنوات من ضمن الأطفال، فكان التجربة هذه مرت علينا وإحنا صغار، فكنا دائما نورثها للأجيال اللي بعدنا. فأخذنا مجموعة من الأطفال وكانت الرحلة مدتها طويلة، فقررنا ما نبقيهم معنا إلا 10 أيام في الربع الخالي، وإحنا بنستمر إلى حوالي 24 يوم نكمل هناك. فبعد 10 أيام أثرنا أن نرجع الصغار هذول، ومن بعدها محمد يعني كاد يثور أنه ما يبغى يرجع، يبغى يكمل الرحلة، فعنده روح المغامرة وحب الاكتشاف.